بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالجميع في أولى محاضرات علم الأنسجة هيستولوجي. استهلالا لهذه المحاضرات نبدأ إن شاء الله تعالى بلمحة سريعة عن ما يسمى ذا مين أوف هيستولوجي، أو ما يسمى علماء الأنسجة الذين ساهموا في اكتشافات أو اختراعات أو لهم علاقة في أي شيء له علاقة في علم الأنسجة. طبعا هي محاضرة يعني تاريخية، وفيها لمحة سريعة عن العلماء، عن علماء الأنسجة أو من ساهموا أو من كان له دور في علم الأنسجة، سواء كان طبيب أو جراح أو أناتوميست، يعني في علم التشريح هيستولوجيست في علم الأنسجة، أو أيا كان، يعني نتناولها إن شاء الله باختصار. ثم بعد ذلك سوف نتناول إن شاء الله تعالى محاضرات الأنسجة الرئيسية. قد يتساءل الطلاب يعني ما أهميتها؟ لا، هناك أهمية تاريخية للعلماء، ومن حقهم طبعا أن نعطيهم حقهم بما قدموا لنا في هذا العلم. وأيضا هناك أيضا أهمية للطلاب، طلاب العلوم الصحية وكليات الطب، يعني هناك بعض الأسئلة أيضا تأتي على العلماء، وبالتالي هي يعني عصفور بحجر، نفهم ما هو أو ما هي أدوار هؤلاء العلماء، وأيضا من ناحية يعني نكتسب معرفة عن كل اكتشاف أو اختراع له علاقة بهؤلاء العلماء. طبعا العلماء هي موجودة في كتابنا، طلابنا في الجامعات اليمنية يعرفوها، هناك أبنكس يعني ملحق في كتابي، كتاب علم الهيستولوجي بالعلماء، وهي مضمنة ضمن هذا الكتاب نبذة تاريخية عن كل العلماء الذين ساهموا وأدلوا بدلو في علم الهستولوجي، أو كان لهم يعني نصيب وكان لهم دور تاريخي في هذا العلم. لكن لا يمنع أن نتناول هؤلاء العلماء في محاضرة مسجلة حتى نستفيد منها، وإلا هي موجودة ضمن الكتاب. العلماء هنتناولهم ألفابيتيكال، يعني ترتيب أبجدي، ونبدأ بأول عالم اللي هو أورباخ. ويعني بالنسبة لاكتشافه هو كان يعني أو يرتبط اسم هذا العالم بضفائر أورباخ، يعني نسميه أورباخ بليكساس، أو ما يسمى أورباخ بليكساس اللي هي ضفائر أورباخ، وهي موجودة عقد عصبية، تعتبر عبارة عن عقد عصبية بين طبقات العضلية الخارجية ماسكولاريس اكسترنا، يعني as a sandwich between طبقتي الانر سيركيولار اند اوتر لينجيتودينال سموث ماسلز، الموجوده في جدار الطبقه العضليه، في جدار القناه الهضميه. واحيانا تسمى ايضا ماسكولاريس اكسترن اللي هي الطبقات العضليه الخارجيه بينهما هذه الضفائر، ضفائر اورباخ او ما يسمى ضفائر ميسنر. وهي ايضا ضفائر ميسنر توجد في الطبقه تحت المخاطيه، توجد ضفائر مشابهة لها في منطقة تحت المخاطية اللي تسمى ميكوزا. إذا ضفائر أورباخ كما نلاحظ توجد بين طبقتي، هذه الضفائر توجد بين طبقتي العضلية الخارجية في الجهاز الهضمي، بينما يسمى inner circular smooth muscles و outer longitudinal smooth muscles. إذا هذه الطبقتين اللي هي السيركيولار والأوتر لينجيتودينال فيها ما يسمى اللي هي ضفائر أورباخ. مثلها مشابهة لها اللي حنأتي لها بعد شوي اللي هي ضفائر ميسنرز توجد في الصب ميكوزا. العالم الآخر هو بيليني، ويرتبط اسمه بما يسمى اللي هي داكتس اوف بيليني. وين موجودة؟ موجودة في البابيلا اوف كيدني اللي هي موجودة في حليمة الكلية، بابيلا اوف كيدني، وهي استمرار للقنوات الجامعة كولكتينج داكتس، وتوجد أو ما يسمى أحيانا يسموها القنوات الحليمية الجامعة لأنها توجد في حليمة الكلية، وتفتح في الكؤوس الصغيرة اللي هي ماينر كالايسيز. إذا هي عبارة عن قنوات طويلة تفتح في قمة حليمة الكلية، ومنها تؤدي أو تفتح إلى الرؤوس أو الكؤوس الصغيرة، نسميها الكؤوس الصغيرة ماينر كالايسيز، التي تفتح بدورة إلى الكؤوس الكبيرة ميجر كالايسيز، والتي تفتح إلى ما يسمى اللي هو رينال بيلفيز أو ما يسمى الحوض الكلوي، ثم إلى
اليوريتر ثم إلى اليوريتر. إذن هذه تسمى الياداكتس أوف بيليني. بيرتين، بيرتين اللي هو العالم الآخر. هناك ما يسمى اللي هي أعمدة بيرتين، رينال كولومز أوف بيرتين إن ذا كيدني، وهي عبارة عن أعمدة، أعمدة بيرتين عبارة عن امتدادات من قشرة، من قشرة الكلية إلى داخل أو إلى ما بين الأهرامات الكلوية أو الأهرامات النخاعية. إذن هي عبارة عن امتدادات من قشرة الكلية تفصل بين أهرامات النخاع اللي نسميها اللي هي بيراميدال أو ما يسمى بيراميدز اللي هي الأهرامات النخاعية ميدولاري بيراميدز. إذن هي عبارة عن امتدادات من قشرة تفصل بين ما يسمى اللي هي ميدولاري بيراميدز اللي هي الأهرامات النخاعية. العالم الآخر بيتس، بيتس ومشهور بخلايا اللي هي بيتس سيلز إن ذا سيربرال كورتكس. خلايا بيتس هي خلايا هرمية بيراميدال جاينت سيلز، خلايا عملاقة كبيرة توجد في الجري ماتر في المادة الرمادية في قشرة، في قشرة الدماغ اللي هي نسميها سيربرال كورتكس. إذن هذه الخلايا. بيكات، ماري بيكات وهو الأشهر، وهو عبارة عن فرنش أنتوميست اللي هو عالم تشريح فرنسي، وهو الذي يسمى The Father of Modern Histology، وهو أيضا من يعني صاحب المصطلح تيشو، هو من قدم مصطلح تيشو The first to introduce the term of tissue، أول من قدم لنا مصطلح اللي هو علم الأنسجة اللي النسيج، ما يسمى مصطلح النسيج. إذن هذا هو بيكات. بيروث أو ما يسمى اللي هو ترتبط فيها أو في هذا العالم ترتبط فيه ما يسمى كوردز أوف بيروث اللي هي أو ما يسمى سبلينيك كوردز اللي هي الحبال الطحالية. إذن بيروث كوردز أحيانا تسمى سبلينيك كوردز، وهي حبال توجد في الطحال في اللب الأحمر ريد بالب للطحال عند سبلين، تقع بين الجيوب الدموية البلاتسينوسويدز، وأيضا تتكون من فايبريلز لويفات، وأيضا خلايا من النسيج الضام الكونكتيف تيشو، هي عبارة عن ماكروفيجز ومونوسايتس. بومان أو ما يعني ما يشتهر فيه اللي هي محفظة بومان في الكلية. بومان العالم هذا أمامنا يشتهر فيه بعض التراكيب مثل بومانز كابسول اللي هي محفظة بومان اللي هي عبارة عن سيمبل سيكويمس لاير، طبقة من الخلايا الحرشفية تحيط بالجلوماريولس اللي هي بالكبيبة، وين توجد كلاهما محفظة بومان مع الجلوماريولس تشكل أو يشكل تركيب يسمى ملبيجين رينال كوربسل اللي هي جسيمة ملبيجي أو الجسيمة البولية رينال كوربسل. إذن بومانز كابسول هي محفظة بومان الموجودة في حول الكبيبة في الكلية. هناك أيضا يسمى غشاء بومان، بومانز ممبرين إن ذا كورنيا في القرنية. إذن هذا الغشاء أيضا غشاء في القرنية، وهي عبارة عن طبقة لا خلوية، هذه هي الطبقة، طبقة لا خلوية أسيليولار لاير سموث لاير، طبقة ناعمة تقع بين الاستروما وبين الإبيثيليوم، وتحتوي ألياف كولاجين مترتبة بشكل عشوائي. أيضا عندنا العالم بروك، وإليه ينسب ما يسمى بروكس ممبرين اللي هو غشاء بروك، وهو آخر طبقة في المشيمية اللي هي كورويد. إذن يقع بين between كورويد and retina of the eye، بين المشيمية وأيضا في وبين الشبكية في العين. إذن هذه هي الطبقة أو ما يسمى اللي هو غشاء بروك، بروكس ممبرين. برونرز جلاند غدد برونر، وهو عالم سويسري، عالم تشريح سويسري، تنسب إليه غدد برونر الموجودة في الصب ميوكوزا of the duodenum. إذن غدد ما يسمى غدد برونر اللي هو هذا العالم السويسري
تنسب إليه ما يسمى اللي هي الغدد المعدية ديودينال جلاندز، وهي عبارة عن غدد مركبة كومباوند تيوبيولار ميكوزا اللي هي طبقة تحت المخاطية، وفيها يعني يكون هذا النوع من الغدد المركبة الأنبوبية توجد في الطبقة تحت المخاطية في الاثني عشر. بما أنها ميوكس جلاند غدد مخاطية، فهي تفرز المخاط القلوي الكلاين ميوكس الذي يعمل معادلة لحموضة الكايم القادم من المعدة neutralization of acidity of acidic كايم، وبالتالي تحتوي على البيكربونات. إذن هي عبارة عن مخاط، يعني إفرازها مخاطي قلوي الكلاين ميوكس rich with بيكربونات، وبالتالي تعمل neutralization of acidity of acidic كايم وتمنع اللي عملية التقرح والقرحة في الاثني عشر. إذن هذا هو العالم برونر، وتنسب إليه قلنا غدد برونرز اللي هي برونرز جلاند الموجودة في طبقة تحت المخاطية في الاثني عشر. كاجال، إذن هذا العالم له خلايا عصبية اللي نسميه interstitial cell of كاجال in the gastrointestinal tract. إذن هذه خلايا ولها دور في نقل الانقباض العصبي خلال ما يسمى بريستالسيز اللي هي الحركة الدودية في طبقات العضلية الخارجية في جدار الجاسترونتستينال تراكت القناة الهضمية. أيضا هناك ما يسمى هوريزنتال سيل أوف كاجال إن ذا سيربرال كورتكس، أيضا هناك خلايا لكاجال في قشرة الدماغ، في قشرة الدماغ. إذن هناك خلايا تسمى خلايا كاجال توجد في الأمعاء في الطبقة العضلية ماسكولاس كستيرنا، وهي التي تلعب دور قلنا في الحركة الدودية في نقل السيالات العصبية التي تنظم بريستالسيز موفمنت الحركة الدودية. وأيضا قلنا الخلايا نسميها الخلايا البينية الكاجال أو نسمى هورزنتال سيل أوف كاجال الموجودة في قشرة الدماغ، توجد في قشرة الدماغ. إذن هناك ما يوجد في قشرة الدماغ وما يوجد في الطبقة العضلية الخارجية للقناة الهضمية. كلارا، وتنسب إليه العالم هذا اللي هي كلارا سيلز، الخلايا تسمى خلايا كلارا، وهي عبارة عن خلايا غير مهدبة. هذه الخلايا عبارة عن خلايا غير مهدبة توجد في الشعيبات الهوائية للرئتين. إذن كلارا سيل خلايا شعيبية، برونكيولر سيلز خلايا توجد في البرونكيولز وهي خلايا شعيبية إفرازية غير مهدبة non-ciliated برونكيولار سيلز. وين توجد في طلائية الشعيبات الهوائية اللي epithelium of the bronchioles اللي الشعيبات الهوائية وهي غير مهدبة، وهي عبارة عن خلايا عمودية طويلة لكنها قصيرة، أقصر يعني من الخلايا الأخرى لأن لا توجد لها الأهداب. إذن هي خلايا عمودية أقصر من الخلايا المجاورة، قد تكون أحيانا مكعبة لو كوليمينر أو تكون كيوبويدال، تكون أقصر شوية من المجاورة. تفرز ما يسمى اللي هو جاجز جلايكوز أمينو جلايكانز لحماية الشعيبات الهوائية، ولها ما يشبه الميكروفيلاي اللي هي الخملات الدقيقة. كوبر، وتنسب إليه اللي هي الرابطة نسميها كوبر suspensory ligaments in the breast اللي هي في الممري جلاندز في الثدي. إذن هناك ما يسمى اللي هي روابط كوبر ligaments، وهي روابط يعني تدعم اللي هي الغدد اللبنية، تدعم الغدد اللبنية. هنختصر، نحاول نختصر بسرعة. كوبر، وأيضا تنسب إليه اللي هي الغدد الموجودة في الجهاز التكاثري التناسلي كوبرز جلاند أو ما يسمى بالبو يوريثرال اللي هي الغدد البصيلية الإحليلية بالبو يوريثرال جلاندز، وهي عبارة عن غدتين هذه كوبرز جلاند صغيرتين توجد في الجهاز الذكري التناسلي الذكري اللي هي
مير ريبرودكتيف سيستم مقابل غدتي اللي هو بارثولين يقابلها اللي هي غدتي بارثولين في الأنثى في الأنثى بارثولين. إذا هنا غدد يعني تقابل أو تكافئ أو تماثل هذه في الأنثى ولها اسم بما باسم بارثولين جلانز. وظيفة الكوبر جلانز هي إفراز سائل يحافظ على نشاط وحيوية السبرماتوزوا اللي هي النطف أو الحيوانات المنوية كورتي، وينسب إليه أشهر جزء في القناة السمعية أو ما نسميها في الأذن الداخلية اللي هي أورغان أوف كورتي اللي هو عضو كورتي اللي هو موجود في القوقعة in the cochlea of internal ear في الأذن الداخلية. هناك ما يسمى عضو كورتي وهو مملوء بما يسمى hair cells اللي الخلايا الشعرية وهي التي تقوم بعملية الإحساس بالسمع. إذن هذا هو الجزء البسيط في القوقعة في الأذن الداخلي ويسمى عضو كورتي. ديسميت ينسب إليه ما يسمى ديسمي ممبرينز أو ما يسمى غشاء ديسميت وهو عبارة عن غشاء أيضا موجود في القرنية وهو غشاء قاعدي يقع بين الاستروما السدى نسميه استروما والإندوثيليوم. إذا هذا الغشاء البسيط يقع أو يفصل ما بين الاستروما وما بين الإندوثيليوم عكس الغشاء الأول اللي ذكرناه اللي هو بومانز ممبرين يفصل ما بين الاستروما والأعلى اللي هو الإبيثيليوم، بينما هذا يفصل ديسميتس ممبرين يفصل ما بين الاستروما والإندوثيليوم وهو عبارة عن كولاجين أيضا، الأول كولاجين وهذا أيضا كولاجين لكنه من النوع الثامن. ديس ويشتهر هذا العالم بالفسحة أو الحيز اللي يسمى space of death in the liver وهو عبارة عن حيز صغير يوجد حول الجيبات الدموية blood sinusoids in the liver يقع بين الهيباتوسايتس الخلايا الكبدية between hepatocytes and blood sinusoids. إذن هو فسحة أو حيز أو فراغ يقع ما بين الهيباتوسايتس من أعلى وما بين البلاد سينوسايتس بين الإندوثيليوم تبع الجيبات الدموية وما بين الهيباتوسايتس اللي هي تبع الهيباتوكورز الحبال الكبدية. فهو هذا المكان الحيز الصغير يسمى space of death. فون إبنار ويشتهر بالغدد المصلية اللي تسمى فون إبنارز سيروس جلاند التي تقع تحت السيركمفاليت بابيلي تحت الحليمات اللسانية المدورة أو المسورة. من هو هذا فون إبنار؟ من هي هذه الغدد فون إبنار زيجلاند؟ هي الفي فون إبنار زيجلاند هي عبارة عن غدد مصلية تفرز إفرازها إلى اللي هو جروف أوف ذا سيركمفاليت بابيلا إلى أخاديد تفرز الإفراز إلى أخاديد الحليمة المدورة أو المسورة. إذن هذا هو فون إبنر له غدد باسمه. أستاكي ويشتهر بقناة أستاكي أستاكين تيوب في الأذن الوسطى. فالوبي ويشتهر أيضا بفالوبيان تيوبز اللي هي قنوات فالوبي أو أنابيب أو اللي هي موجودة في الجهاز التكاثري الأنثى فيميل ريبرودكتيف سيستم فالوبيان تيوب أو ما يسمى اللي هي أوفيدكت اللي هي قناة البيض وهنا تسمى يوترين دكت نسبة إلى اليوترس. إذن الأشهر هي قنوات فالوب أو قناة فالوب فالوبيان تيوب. إذن هذا هو العالم المشهور بهذه القناة جليسون. ولما يذكر هذا العالم نتذكر الكبسول الخاصة التي تغطي الليفر وله هذه القشرة باسمه تسمى جليسونز كابسول وعبارة عن دنس كونكتيف تيجيو تحيط بالليفر فتسمى باسم هذا العالم. جولجي وهو شهير جدا عالم إيطالي عالم أنسية إيطالي حصل على جائزة نوبل 1906 وهو أيضا له جهاز أو عضية تسمى باسمه تسمى جولجي أبريتس أو كومبلكس أو باديز وأيضا له صبغة خاصة باسمه جولجي ستين
إذن هو صاحب الاكتشاف الأشهر في عضية جولجي، ما يسمى جولجي أبريتس. جراف وله الحويصلة المعروفة الناضية في مبيض الأنثى اللي تسمى جريفيان ماتشور أوفيريان فوليكل إن ذا أوفري. إذن هذه الحويصلة تسمى حويصلة جراف الناضية إلى جريفيان ماتشور أوفيريان فوليكل. إذن هذه أيضا نوع الحويصلات الأكبر والأشهر في تطور الحويصلات في المبيض. هافرز المشهور في العظام الكومباكت بون اللي عبارة عن تراكيب أسطواني تسمى باسمه، تسمى هافيرسيان سيستمز، ولها قنوات هذه الأجهزة تسمى هافيرسيان كانالز. إذن هذه التراكيب الدائرية أو الأسطوانية تسمى أجهزة هافرز نسبة إلى هذا العالم الإنجليزي هافرز. إذن هناك تراكيب توجد في الكومباكت بون تسمى أحيانا علميا أوستيونز عظمونات، لكن أحيانا تنسب باسم هذا العالم وتسمى هافيرسيان أو هافيرشيان سيستمز، اللي هو هذا جهاز وهذا جهاز وهذا جهاز، عبارة عن تراكيب أسطوانية يتوسطها قناة تسمى سنترال كانال، وأحيانا أيضا تسمى باسم العالم اللي نسميها هافيرسيان كانالز اللي قنوات هافرز، وهي الوحدات التركيبية والوظيفية في الكومباكتون. من هو الكومباكتون؟ ما هو إلا هذه الأجهزة، أجهزة هافرز الطويلة. هنلي أو ما يسمى الأشهر أو الشهير بعروة هنلي أو طية هنلي أو لفة هنلي in the nephron of the kidney. إذن جزء من النفرون في لفة أو طية تسمى لوب أوف هنلي أو نفرون لوب، اللي هي طية النفرون. إذن يشتهر العالم الألماني هنلي بما يسمى لوب أوف هنلي، أي وين توجد؟ كجزء من النفرون of the kidney. إذن جزء من النفرون هي عبارة عن طية تسمى اللي هي لوب أوف هنلي، وفي منها ما يسمى thick descending اللي القطعة السميكة النازلة، وفي thin descending اللي القطعة الرفيعة النازلة، وفي thin ascending وthick أيضا ascending. إذن في سميكة نازلة ورفيعة نازلة وأيضا رفيعة صاعدة وأيضا سميكة صاعدة. هذه كلها نسميها يوتيوب اللي هي الحرف اليو بهذا الشكل تسمى لوب أوف هنلي. لوب أوف هنلي. هيرينج وهو عالم مشهور بما يسمى كانالز أوف هيرينج إن ذا ليفر، في قنوات تسمى قنوات هيرينج، وأيضا هيرينج باديز اللي أجسام هيرينج إن ذا بيتيوتري جلاند في الفص الخلفي العصبي. إذن لاحظوا حتى هناك فرق، طبعا هنا R واحد وهنا R دبل R، فما أدري هل هو نفس العالم أم أنه يختلف، لكنه هو العالم الوحيد المذكور في كتب الهيستولوجي. له ما يسمى هيرينج كانالز اللي هي قنوات هيرينج، وهي جزء من الجهاز القنوي لمادة الصفراء اللي هي البايل، ويعني مسؤول عن خروجها من الكبد. وأيضا هناك ما يسمى اللي هو قلنا أجسام هيرينج، هيرينج باديز اللي هي الموجودة في نهايات المحاور العصبية. إذن عبارة عن أجسام تتجمع فيها إفرازات عصبية نيورو سيكريتوري باديز، توجد في البستيريور لوب أوف ذا بيتيوتري جلاند اللي هو بارس نيرفوزا الجزء العصبي الخلفي، الفص الخلفي للغدة النخامية، وهي تمثل هذه الأجسام تمثل تجمعات لإفرازات عصبية عند نهاية المحاور القادمة من الهايبوثالامس، وهي مكان تخزين الهرمونات بشكل مؤقت. إذن تتجمع في الهرمونات على شكل إفرازات عصبية نيوروسيكريتوري باديز، لذلك سميت هذه الأجسام بأجسام هيرينج. بينما هنا قلنا قناة توجد في كجزء من الجهاز القنوي الصفراء لمادة الصفراء وخروجها من الكبد، تبطن بنوع من الخلايا كوبويد الإبيثيليال سيلز وشالينجيوسايتس، يعني هناك أنواع أخرى أو هيباتوسايتس خلايا تبطن هذه القنوات.
هاسال أو ما يسمى المشهور بجسيمة هاسالز كورباسل in the thymus gland. هناك تركيب بهذا الشكل concentric lamellae اللي هي صفائح متحدة المركز أو ما يسمى concretion أو تجمعات. هذه التجمعات تسمى جسيمة هاسالز هاسالز كورباسل. إذن هذا العالم البريطاني المشهور له جسيمة وين توجد في نخاع in the medulla of the human thymus gland اللي في نخاع الغدة الزعترية أو الثيموسية في جسم الإنسان أو في الغدة الثيموسية أو الزعترية في نخاع الغدة الزعترية. وهي عبارة عن كتلة متحدة المركز concentric lamellae من الخلايا الشبكية reticulocytes. وهذه الأجسام تزداد وتظهر بكثرة كلما تقدم الإنسان بالعمر. تحتوي على هيالانو كيراتين كيراتو هيالاين وألياف وظيفتها غير هذه الجسيمات وظيفتها غير معروفة يعني لماذا تظهر بهذا الشكل. إذن هي عبارة عن ألياف متحدة المركز وأيضا فيها كيراتو هيالاين وهي عبارة أيضا عندنا العالم هس الأب وهس الابن. نلاحظ أن العالم هس الأب هو من اخترع الميكروسكوب يعني هو من طور الميكروسكوب وهو من قدم أيضا مصطلح الاندوثيليوم. ما معنى اندوثيليوم؟ اللي هو سيمبل سيكويماس عبارة عن نسيج حرشوي بسيط يبطن اللي هو الكارديوفاسكولار سيستم. فهذه الطبقة التي تبطن الأوعية الدموية والقلب دائما عبارة عن سيمبل سيكويماس إبيثيليال سيلز فتسمى اندوثيليوم اندوثيليوم. إذن هو من قدم لنا هذا المصطلح. الابن اللي هو هس الابن هو ابن الأول هذا هس هو صاحب ما يسمى باندل اوف هس. باندل اوف هس وين يوجد؟ قلنا في جهاز التوصيل القلبي conducting cardiac system. فهذا هي عبارة عن اللي هي الياف هس أو حزم هس باندل اوف هس التي تنقل أيضا الإعاز القلبي من الـ SA نود من الـ AV نود من اللي هي الباندل اوف هيس تنقلها إلى بركنجي فايبرز. وهذه الألياف أو الحزم ألياف أو حزم هيس توجد ما بين البطينات في الجدار الفاصل ما بين البطينات. هاوشاب له تجويف صغير خاص باسمه يحتوي على الخلايا الأكولة العظمية الأكولة والهادمة للعظم والناقضة للعظم. إذن له ما يسمى هاوشابز لاكونا containing the osteoclast in the compact bone. إذن هناك فتحة أو غرفة صغيرة اللي هو شالو كيفيتي تجويف بسيط أو ضحل يحتوي على الأستيوكلاست. أين يوجد؟ في الاندوستيوم في منطقة اللي نسميها السمحاق سمحاق العظم الداخلي. فهو عبارة عن تجويف بسيط صغير تختبئ فيه أو يحتوي على الأستيوكلاست. من هي الأستيوكلاست؟ الخلايا الناقضة الهادمة الآكلة للعظم اللي هو bone destroying cells. bone destroying cells الخلايا الناقضة والهادمة أو الآكلة للعظم. كيركرينج له ما يسمى الطيات الدائرية الموجودة في القناة الهضمية وفي الأمعاء الدقيقة تسمى بيليكا سيركولارس أو تسمى valves of Kerkering اللي عبارة عن طيات دائرية. إذن هذه الانبعاجات الدائرية أو الطيات الدائرية تسمى باسم هذا العالم أو تسمى علميا بيليكا سيركولاريس بمعنى circular folds الطيات الدائرية. كروز له أيضا نهاية عصبية تسمى كروز end bulb in the skin end bulb in the skin بصيلة كروز وهي عبارة عن نهايات عصبية توجد في الجلد تعتبر كمستقبلات في الجلد مستقبلات عصبية في جلد الإنسان وهي خاصة أيضا بالإحساس بالبرودة أو الحرارة الباردة cold temperature. إذن هي عبارة عن thermo receptors mechanical receptors مستقبلات ميكانيكية تحس بمن؟ تحس بالحرارة. كذلك هذه نفسها توجد بالإضافة إلى الجلد توجد في مناطق أخرى مثل مخاطية الفم أورال ميكوزا وملتحمة العين كونجانكتيفا وأيضا في بعض الأعضاء التناسلية كليتوريس
وأيضا بيناس وكذا، يعني توجد هذه البلب ما يسمى كروز بلب. أيضا العالم كفر له خلايا مناعية ماكروفيجز توجد في الكبد، في الجيوب الدموية في الكبد، تسمى كفر سيلز اللي عبارة عن نوع من أنواع الماكروفيجز لكنها توجد في الكبد. إذن هذا أيضا له دور. لانجر هانز وهو مشهور، أشهر شيء يشتهر فيه اللي هي جزيرات لانجر هانز الموجودة في البنكرياس، islets of لانجر هانز in the pancreas، اللي هي جزيرات العالم لانجر هانز التي تحتوي على بيتا سيل، ألفا سيل، دلتا سيل، إتوفريزما، إنسولين، جلوكاجو، وأيضا سوماتوستاتين هرمونز التي لها دور في تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم. أيضا هناك خلايا لانجر هانز سيلز، وهي عبارة عن يعني خلايا نسميها خلايا التهامية في بشرة الجلد في الإبيديرمز وفي السكين، عبارة عن خلايا مناعية ماكروفيجز، وهي خلايا يعني ذو فروعات أو بروزات دندرايتك سيلز، دندرايتك يعني لها دندرايتس بروز ويعني إن امتدادات واستطالات، تحتوي على حبيبات بيربيك جرانيولز، وأيضا عبارة عن اللي نسميها خلايا تقدم المادة الغريبة الأنتيجين إلى التي سيلز. إذن أنتيجين بريزنتينج سيلز خلايا تقدم، يعني بمعنى خلايا مناعية تساهم في عملية اللي هو المناعة. إذن خلايا التهامية توجد كماكروفيجز في بشرة الجلد، وهي خلايا دندرايتك سيلز، ومشهورة بحبيباتها، حبيبات العالم بيربيك. إذن هناك حبيبات مليئة فيها تسمى بيربيك جرانيولز. ليدج وهو مشهور في الخلايا البينية الموجودة بين الحويصلات أو الأنيبيبات المنوية. إذن هناك خلايا تسمى interstitial of Leydig cells أو خلايا interstitial cells أو خلايا Leydig cells، وهي توجد على شكل مجاميع بين ما يسمى seminiferous tubules، توجد ما بين الأنيبيبات المنوية وهي التي تفرز التستوستيرون هرمون، واضح. وأيضا نفس الخلايا توجد أيضا في المبيض، يعني تسمى interstitial cells، وهي أيضا قد تساهم في إفراز الاستروجين. إذن هناك خلايا تسمى interstitial لأنها تقع وين؟ تقع في النسيج ما بين الأنيبيبات المنوية seminiferous tubules، هذا النسيج يسمى interstitial tissue اللي هو النسيج البيني، لذلك تسمى أحيانا الخلايا interstitial cells، لكن نقول أحيانا ليديك سيلز اللي خلايا العالم ليديك، خلايا اندوكراين. ليبركان وهو المشهور بما يسمى اللي كريبتس اوف ليبركان ان ذا سمول انتستين، وهذه تسمى انتستينال جلانز الغدد المعوية. اذا هذه الخبايا تسمى خبايا ليبركان، عالم الماني، وتسمى باسم هذه الخبايا اللي هي ماذا؟ غدد معوية في السمول انتستين في الامعاء الدقيقة، وهي عبارة عن simple tubular glands غدد أنبوبية بسيطة. لوسكا له قناة تمتد أيضا في الكبد في الحوصلة الصفراوية في الجول بلادر، له قناة تسمى duct of Lowska أو ما يسمى accessory bile duct اللي هي القناة الزائدة، قنوات صغيرة صفراوية إضافية صغيرة جدا تدخل المرارة الجول بلادر وتحمل الصفرة مباشرة من الكبد إلى المرارة، ويقال أنها يعني تكون مغلقة النهاية، نهايتها يعني مغلقة، لكن نقول هذه هي الحوصلة الصفراوية لها قناة صغيرة تسمى accessory bile duct أو تسمى باسم العالم لوسكا. مالبيجي وهو أبو علم الأنسجة the father of histology له عدة تراكيب تذكر في علم الأنسجة مثل مالبيجيان رينال كوربسل إن ذا كيدني اللي الجسيمة الكلوية لمالبيجي، وأيضا له طبقة مالبيجي في البشرة اللي نسميها مالبيجيان لاير إن ذا إبيديرمز أوف سكين. ما معنى طبقة مالبيجي؟ تشمل كلها من بوث ستراتم بيزالي الطبقة القاعدية أند ستراتم سباينوزم، كلاهما مع بعض
تسمي باسم واحد اللي هي طبقة ملبيجي، ملبيجيان لاير اوف سكين، إذن له أيضا. وأيضا ملبيجيان تيوب إن ذا إنسكتس، في الحشرات هناك ما يسمى اللي أنابيب ملبيجي، ملبيجيان تيوبيولز، أنيبيبات أيضا له دور فيها. مارتينوتي اللي هو العالم الإيطالي، طبيب الإيطالي، له أيضا خلايا طويلة في قشرة الدماغ تسمى مارتينوتي سيل في السيريبرال كورتكس، في القشرة الدماغية. ميسنر له قلنا نهاية عصبية تسمى باسمه ميسنرز كوربسل اللي جسيمة ميسنر، وهي توجد وين؟ في الطبقة تحت المخاطية، أو ما نسميها اللي تحت الإبيثيليوم. إذن هذه الطبقة تحتوي على ما يسمى اللي هي ميسنرز كوربسل، وهي عبارة عن كرية لمسية تاكتيل كوربسل، أو تسمى تاكتايل كوربسل، اللي هي الكريات أو الجسيمات اللمسية، توجد في أدمة الجلد، في الصميكوزا مباشرة تحت الإبيثيليوم في أدمة الجلد، وهي مستقبلة ميكانيكال ريسبتورز، لها دور في اللمس، حساسة سنسيتيف تو ذا تاتش، يعني لها حساسية بالنسبة لللمس. إذن هذه أيضا له دور في هذا الجزء. ميركل عالم آخر ألماني له أيضا ما يسمى الخلايا الحسية، ميركل سينسوري سيلز اللي هي خلايا ميركل، وتسمى أيضا ميركل رافيني سيلز اللي خلايا ميركل رافيني سيلز، وهي خلايا أيضا تعتبر كمستقبلات ميكانيكية، هذه الخلايا تعتبر كمستقبلات أيضا ميكانيكية خاصة باللمس، يعني اللي هو لايت تاتش اللمس الخفيف، وهي خلايا طلائية بيضاوية الشكل، تكتايل إبيثيليال سيلز، خلايا طلائية لمسية تكتايل إبيثيليال سيلز، توجد في جلد الإنسان وأيضا الفقاريات فيرتبريت. مول له غدة أيضا مولز جلاند في نهاية اللي هو الأيليد اللي هو جفن العين، أيضا له ما يسمى قناة مول، مولز جلاند، وهي عبارة عن أبوكراين سويت جلاند، غدة عرقية قمية الإخراج موديفايد متحورة، وتوجد في الجفن في حافة الجفن اللي هو جفن العين أيليد، وقريبة من الآي لاش اللي هي الرموش، وأحيانا تنتفخ كما هو ملاحظ، وتحدث أو تنسد وتحدث بعض الأمراض اللي هي. وظيفة هذه الغدة تفرز مادة سيبم اللي هي دهن ترطب الرموش، وترطب أيضا الأيليد اللي هي نسميها آي لاش، والأيليد اللي هي الرموش والجفن. مرققني وله أيضا أعمدة في منطقة الأنال كانال، القناة الشرجية، تسمى أعمدة مورجاجيني، وهي عبارة عن طيات عمودية ناتجة عن انبعاجات وطيات في طبقة الميوكوزا المخاطية، وأيضا المسكولار سيليا العضلية في الجزء العلوي من القناة الشرجية، أحيانا تسمى أنال كولومز، أو تسمى اللي هي كولومز أوف مورجاجيني، وين توجد؟ في الأنال كانال في القناة الشرجية، وأيضا فرامينا أوف ذا مورجاجيني وهيديتد أوف مورجاجيني، أو يسمى مورجاجيني هيرني، أيضا هذه التراكيب كلها مرتبطة بهذا العالم. نسل وهو عالم شهير يرتبط اسمه بحبيبات نسل باديز أو نسل جرانيوز، أين؟ في السيل بادي أوف ذا نيرف سيل، في جسم الخلية العصبية، وهي عبارة عن ماذا؟ هذه الأجسام أجسام نسل أو حبيبات نسل ما هي إلا رف إندوبلازميك ريتيكيولم مع البولي ريبوسومز، اللي يكون الشبكة الإندوبلازمية الخشنة مطعمة بالريبوسومات، هذه الشبكة الخشنة تسمى نسل باديز أو نسل جرانيولز. أودي يشتهر هذا العالم بما تسمى العضلة العاصرة الأودي، سفنكتر أوف أودي، وين توجد؟ في نهاية اللي هي القناة الصفراوية عند دخولها إلى الاثني عشر، عند دخولها إلى الديودينم. إذن هذه لها عضلة عاصرة تسمى باسم هذا العالم، تسمى سفنكتر أوف أودي إن ذا ديودينم،
وهي عبارة عن صمام من العضلات الملساء تتحكم في تدفق ودخول العصارة الصفراوية والبنكرياسية من خلال أمبولة صغيرة تسمى، هنأخذها بعد شوي، اللي فيتر أمبول، إلى دخول الاثني عشر، وتفتح عند وجود الطعام فقط في الاثني عشر، ثم تغلق عند انتهاء عملية الهضم. إذن هذه نسميها باسم أودي، أودي سفنكتر. باسيني له أيضا جسيمة عصبية ونهاية عصبية نيرف إندينج موجودة أيضا في الجلد وفي البنكرياس. إذن باسينيان كورباسيلز هي نهايات عصبية تشبه البصلة متحدة المركز بهذا الشكل نشوفها، توجد في أيضا الجلد في in the skin and pancreas وفي الجلد. concentric lamellae لها قلنا صفائح متحدة المركز. ما هي أهميتها؟ عبارة عن ميكانيكال ريسبتورز اللي هي عبارة عن مستقبلات ميكانيكية للفايبريشن للاهتزاز، وهي نهايات عصبية نيرف اندينجز في جلد الثدييات ماميليان سكين، وأيضا وظيفتها قلنا سواء استقبال اللي هو الإحساس بالاهتزاز والضغط براجر في الجلد الأمرد جلابيرس اللي هو هيرلس سكين أو هيرسيوت اللي نسميه هير سكين، وأيضا توجد في بعض المفاصل وبعض وفي الأحشاء أيضا. هذه الجسيمة توجد أيضا في الجوينس وفي الفيزيرا، بالإضافة إلى وين قلنا في السكين وفي البنكرياس. إذن هي نهايات عصبية، نهايات عصبية ميكانيكا ريسبتورز للفايبريشن والبراجر. بانث مشهور بخلاياه الموجودة في الغدد المعوية في نهاية في قاعدة اللي هو كريبسوفولا بيركان، هنا خلايا تسمى بانث سيلز، هي خلايا بانث، خلايا بانث سيلز في السمول انتستين في الغدد المعوية. باير مشهور أيضا بلطخات باير، بايرز باتشز إن ذا إيليم، في اللفائف هناك لطخات باسمها، عبارة عن عقد لمفاوية في طبقة تحت المخاطية، في الطبقة تحت المخاطية في السبميكوزا هناك تجمعات العقيدات الليمفاوية تسمى لطخات، كأن لطخة كذا باليد، لطخات باير، بايرز باتشز. إذن هذه هي باير باتشز وهذه جزء مكبر. أيضا بيركانجي مشهور بخلايا بيركانجي في السيريبيلم، هي طبقة من الخلايا الكبيرة العصبية بهذا الشكل كمثرية الشكل، ولها دندرايتس وأكسون، هي الطبقة الوسطى ما بين الطبقة الجزيئية مولكيولار لاير وما بين الطبقة الحبيبية جرانيولار لاير في السيريبيلم، أمان السيريبيلم اللي هو المخيخ. لذلك هذا العالم مشهور بهذه الطبقة، طبقة من الخلايا تسمى بيركانجي سيل لاير، طبقة خلايا بيركانجي تفصل ما بين المولكيولار وجرانيولار، من الخارج مولكيولار ومن الداخل جرانيولار اللي تأتي بعدها الميدولا اللي هو النخاع المخيخ. أين توجد أيضا اسم هذا العالم يرتبط بألياف بيركانجي، بيركانجي فايبرز الموجودة قلنا في جهاز التوصيل القلبي اللي هو conducting cardiac system، الجهاز التوصيل القلبي الذي يتكون من SA node سينو أتيريال node اللي هي البيسميكر اللي هي صانع الخطى، تنتقل النبضة إلى AV node أتيريو فينتريكولار node، ثم إلى ما يسمى باند اوف هيس اللي قلنا يوجد بين البطينات والأذينات، ثم تتفرع إلى هذه الألياف اللي هو ألياف هذا العالم بيركانجي فايبرز التي تذهب إلى جدار كل بطين. فهذه ألياف بيركانجي أيضا توجد في الجهاز، جهاز التوصيل القلبي. إذن هذا العالم له دور في علم الهستولوجي. أيضا رانفير العالم المشهور أيضا بعقد رانفير، نودز أوف رانفير أو رانفيرز نود، وهي عبارة عن مناطق توجد بين خلايا شيفان أو شوان سيلز ضمن ما يسمى مايلين شيث، مناطق عارية أو فارغة gaps between the شوان سيلز in the مايلين شيث. هذه الفراغات تسمى اللي هي عقد رانفير، وهي التي تسرع من نقل السيالة العصبية عن طريق ما يسمى saltatory conduction، النقل الواثب اللي هو jumping، ينقل السيالة العصبية من عقدة إلى عقدة ويكون أسرع. إذا nodes of رانفير
موجودة في كفراغات بين شيفان سيلز أو شوان سيلز ضمن ما يسمى مايلين شيث of the nerve fibers. رافيني أيضا هناك ما يسمى رافينيز كورباسل in the skin، وهي أيضا قلنا نهاية عصبية nerve ending في اللي هو في جلد الإنسان تسمى جسيمات رافيني، وهي عبارة عن ميكانيكال ريسبتورز مستقبلات ميكانيكية توجد في أعلى الأدمة في الديرمز of skin في جلد الإنسان، وهي أيضا نهايات حساسة sensitive to vibration and pressure، أيضا نفس الكلام للضغط والاهتزاز. شيفان سيلز أو شوان سيلز هو أيضا شوان عالم ألماني مشهور بالنظرية الخلوية سيل ثيوري، هو وشلايدن وفيرشو الثلاثة مشهورين أو اشترك معهم هذا العالم في اللي هو إعداد النظرية الخلوية سيل ثيوري أو نظرية الخلية، وأشهر أيضا أشهر من هذا اللي هو خلايا شوان أو شيفان سيلز اللي تعمل ماذا؟ التي تكون المايلين شيث حول الأكسونز في البريفرال نيرفس سيستم في الجهاز العصبي الطرفي. إذن هل نسميها شيفان سيلز بالنسبة إلى العالم الألماني شيفان، لكن أحيانا ننطقها شوان أيضا ينفع. سيرتولي له خلايا طويلة في الأنيبيبات المنوية تسمى باسمه سيرتولي سيلز in the testis في الخصية، هنا خلايا بين ما يسمى الخلايا المنوية سبرماتوجينيك سيلز أو الخلايا اللي برايمري سيكندري سبرماتيد سبرماتوزوا، يفصل ما بين الخلايا خلايا عمودية طويلة تمتد من البيزمنت ممبرين إلى قمة أو لتجويف الأنيبيبة المنوية وعلى نهايتها ترتكز رؤوس الحيوانات المنوية. هذه الخلايا نسميها supporting cells الخلايا الساندة الداعمة، وأحيانا تسمى باسم العالم سيرتولي سيلز، إذا خلايا سيرتولي التي تقع ضمن الأنيبيبات المنوية هذه خلايا سيرتولي، إذا هذه خلايا سيرتولي. شاربي وهذا العالم اسكتلندي له ما يسمى شاربيز فايبرز، وهي ألياف تثبت أنكر ذا بريستيوم تو ذا بون في الكومباكت بون، هناك ما يسمى سمحاق العظام الخارجي بري أوستيوم اللي بريستيوم، بريستيوم اللي هو السمحاق العظمي الخارجي، وهناك ألياف نلاحظها هنا تثبت هذا البريستيوم بإحكام إلى العظم أو العظم المدمج الكومباكت بون، هذه الألياف تسمى باسم هذا العالم اللي هو شاربي فتسمى شاربيز فايبرز، وأيضا هناك ألياف شاربيز فايبرز هي التي تثبت الأسنان إلى العظام، إلى العظام أيضا اللي هي السوكتس اللي أخاديد وحويصلات الفيولاي الخاصة بجذور الأسنان في حول ما يسمى بريودنتال ليجامنتس، أحد هذه المكونات اللي تربطها إلى العظام اللي هي شاربيز فايبرز. فيتر باسيني كورباسلز اللي هي هذه الجسيمات جسيمة فيتر وباسيني موجودة أيضا كجسيمات في الجلد، وأيضا عندي ما يسمى اللي هي أمبولا أو فيتر اللي موجودة في الديودينم، إذا هناك انبعاجات أو بروزات تسمى أمبولا أمبولا أو فيتر في الاثني عشر اللي قلنا منطقة دخول القنوات القناة الصفراء المشتركة common bile duct مع البنكرياسية اللي تدخل إلى الاثني عشر، لها بروز يحرسها قلنا اللي هو أودي سفنكتر اللي هو عاصرة أودي، لكن هذا البروز يسمى الأمبول يسمى أمبولا أوف فيتر، وأيضا فيتر ذكر اسمه أيضا مع باسيني في جسيمة فيتر باسيني in the skin، إذا هذه أيضا لها دور له دور في هذه ال... عندي أيضا ما يسمى فولكمان كاناز، طبعا قلنا أمبولة فيتر هي منطقة متوسعة في الاثني عشر مكان دخول القناة البنكرياسية والصفراء ذكرناها وهي قلنا مهمة يحرسها أودي. فولكمانز كانال
هي قنوات نسميها القنوات الثاقبة العرضية التي تصل القنوات المركزية سنترال كانالز مع بعضها البعض في الأستيونز أو ما يسمى هافيرشن سيستم، وتصل أيضا هذه القنوات بما يسمى البروستيوم اللي هو سمحاق العظام الخارجي. إذا أحيانا نسميها اللي هي القنوات الثاقبة، يعني تثقب اللي هو الأستيون إلى الثاني إلى الثالث وهكذا، فتصل القنوات المركزية ببعضها البعض، لذلك تسمى القنوات الثاقبة perforating canals، لكن أحيانا تسمى باسم العالم volkmann's canals اللي القنوات قنوات فولكمان، وهي داخل العظمون اللي هو الأستيون، توجد داخل الأستيون فتربط الأستيون بالآخر. وأيضا تصل القنوات قنوات الأستيون أو قنوات هافارس ببعضها البعض، وأيضا ببعضها مع السمحاق الخارجي اللي هو البروستيوم. إذا لها دور في اتصال السنترا كانالز في الأستيونز أو في جهاز هافارس مع بعضها البعض، هذا واحد. وأيضا تصل هذه القنوات القنوات المركزية بالسمحاق سواء الداخلي اندوستيوم أو بالسمحاق الخارجي اللي هو بروستيوم، سواء بالسمحاق الخارجي بروستيوم أو بالسمحاق الداخلي اندوستيوم. وارتون مشهور أيضا بما يسمى ميوكاس كونكتيف تيشو أو ميوكويد كونكتيف تيشو اللي هو يسمى باسمه، يسمى وارتونز جيلي. أين يوجد هذا النسيج؟ يسمى النسيج المخاطي ميوكويد أو ميوكاس كونكتيف تيشو، وهو عبارة عن إمبريونيك كونكتيف تيشو، نسيج ضام جنيني. بدل ما أقول ميوكاس كونكتيف تيشو أحيانا يختصر ويقال عنه ماذا؟ وارتون جيلي اللي هو لام وارتون، هذا العالم الإنجليزي، هو جراح إنجليزي وعالم أيضا تشريح أناتومست، سيرجن أناتومست. إذا هو عالم إنجليزي وأيضا جراح مشهور. يوجد هذا النسيج اللي نسميه وارتون جيلي أو ما يسمى ميوكاس كونكتيف تيشو، يوجد في الحبل السري أمبليكال كورد. إذا هذا واحد. الشيء الآخر له قناة تسمى باسمه، تسمى قناة وارتون، وارتونز داكت. هي ماذا؟ هي قناة الغدة اللعابية تحت الفكية submandibular salivary glands، لها قناة تفرز إلى التجويف، تجويف الفم عبر هذه القناة تسمى باسمه، تسمى وارتونز داكت. أيضا الغدد الشبيهة لها مثل الغدة النكافية أو النكافية، هذه الغدة لها قناة تسمى باسم العالم ستينسنز داكت. وأيضا هناك ما يسمى صاب لينجوال تحت اللسانية أيضا باسم عالم رافينس داكت. إذا قنوات لكل قناة من هذا أو لكل غدة من هذه الغدد الثلاث باروتيد لها ستينسنز داكت، صاب مانديبولار وارتونز داكت، صاب لينجوال رافينس داكت، كلها اسماء علماء، قنوات باسماء علماء. وايضا قلنا وارتونز مشهور باللي هو ميوكاس كونكتيف تيشو. اذا هذا هو بالنسبه للعلماء. اتمنى تكونوا استفدتوا في هذه المحاضره من لمحه سريعه عن العلماء، علماء اللي هو الانسيه، جراحين، اطباء، علماء تشريح، علماء انسيه، وما هو دور كل عالم من هؤلاء العلماء في مجال أو في علم الأنسية. إن شاء الله هذه يعني بادئة خير، إن شاء الله سأكمل معكم إن شاء الله محاضرات الأنسية للكليات الطبية وطب الأسنان والعلوم الصحية بإذن الله تعالى، وسوف تكون محاضرات بإذن الله مفيدة ونافعة بإذن الله تعالى لجميع الطلاب في جميع الدول. نلتقي على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.